يقول عبد الرحمن العوف: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فانحنى، يعني جلس في الطريق وسجد وأطال السجود. فيقول عبد الرحمن العوف: استغربت يعني. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني جبريل أن الله يقول لي: من صلى عليك صلاة واحدة صليت عليه بها عشرة فسجدت شكرا، صلى الله عليه وسلم. بعضنا يا أخوة بصراحة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها إلا يوم الجمعة. جميل، والأجمل أن يكون برنامجك اليومي، برنامجك اليومي 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس صعبا، 7 دقائق فقط. 100 صلاة، كم يصلي الله عليك؟ 1000 مرة تبدأ صباحاتك بثناء الرب عليك.